لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، اغتيال صاحب مكتب للصيرفة واختطاف آخر شمالي الموصل. في صحيفة المدى، 40 سياسياً مدانون بالاختلاس شملوا بقانون العفو وبدأوا التسديد للخزينة. في موقع كتابات، رفع جزئي لحظر رحلات مطاري أربيل وسليمانية الدوليين. في موقع الجزيرة نت، الرشوة وخيانة الأمانة تهمتان تحاصران نتنياهو. في صحيفة العربي الجديد، حزب الله يستقبل قياديا في ميليشيا النجباء العراقية. في القدس العربي، تيلرسون يطالب إيران بالانسحاب من دول عربية. وفي صحيفة الحياة، عدن اغتيال قيادي في تجمع الإصلاح. السلام عليكم. من غير المعقول أن تتداول وزارة الدفاع الأمريكية خبر استخدام أو استحواذ ميليشيات إيرانية تابعة لما يسمى بالحشد الشعبي على دبابات من نوع إبرامز، كانت ضمن صفقات تسليح القوات النظامية في العراق، باعتبار العقود مع دولة مستقلة وذات سيادة دهشت الولايات المتحدة الأمريكية من تسرب دبابات إبرامز واستغرابها أكثر من امتلاك الميليشيات معدات عسكرية ثقيلة لا يمكن أن يكون الهدف منهما الإقرار بالمعلومة بعد التأكد منها وتحليلها وفق البيانات وشهادات الميدان، كما جاء في مقال بصحيفة العرب اللندنية للكاتب حامد الجيلاني. الحشد الشعبي أو صنف الميليشيات في القوات النظامية يمتلك السلاح الأمريكي وله حصة مخصصة في وزارة دفاع حكومة العراق من جميع العقود المبرمة للتدريب أو لتوريد الأسلحة بما فيها سلاح الطيران. تجهيزاتهم ليست عشوائية كما يروج لها بعضهم لإضفاء طابع البطولة وتبرير امتلاكهم للأسلحة في خوضهم لحرب عصابات وهمية ضد القوات الأمريكية، بما ينتج عنها من غنائم حرب يمكن إجمالها فقط بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة والعملاقة وببنادق القنص وقاذفات القنابل والمدافع والهاونات والنواظير الليلية والعربات المصفحة والمدرعة ومضادات الكمائن وناقلات الأشخاص ومعدات أخرى ذات صلة بالأعمال الحربية ولجبهات حرب واسعة. صنف الميليشيات في القوات المسلحة هو أكبر الصنوف تسليحاً، فمعظم تجهيزات الجيش العراقي السابق في حوزته، وكذلك ما تهبه حوزة تنظيم الدولة الإيرانية وقوات الحرس الثوري كجزء من حصة تجهيزات فيلق القدس. ويضيف الكاتب، صنف الميليشيات الذي تستغرب أمريكا امتلاكه دبابات إبرامز هو جزء شرعي من القوات النظامية في العراق، ومرتبط بأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي رئيس وزراء العراق، وتطبيق لقانون الحشد الشعبي الذي تم تمريره بموافقة ومباركة الكتلة الإيرانية الأكبر في برلمان العراق. هكذا تعلمنا من التاريخ، وحتى في حالات النهوض الاستثنائية في هذا المجال أو ذاك يبقى عار الاحتلال ينتقص من قيمة العملاء أو من تعاون معهم ضد الوطن الأم، ولا عجب أن يتوارث هذا العار جيل آخر من الأبناء سيدفع ثمن عمالة الآباء والأجداد، فميراث المال لا يلغي أبداً آثار جائحة الخيانة. تقرير المنظمة الدولية الأممية يلاحظ تدهور الزراعة في العراق، وهو تدهور يلمسه كل عراقي، بأكثر فأكثر من ثلاثة أرباع ما يأكله العراقيون بمن فيهم سكان الأرياف مستورد من الدول المجاورة،
بما في ذلك الحليب واللبن والخيار والطماطم. وعدا عن شح الأموال اللازمة للاستثمار في القطاع الزراعي، فإن عدم وجود سياسة حمائية للدولة في العراق في مقابل وجود سياسات تشجيعية من جانب دول الجوار يجعل المنتج الزراعي العراقي يسقط بالضربة القاضية في حلبة المنافسة، أغلى من المنتج المستورد وأردأ في نوعيته بحسب الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى. تقرير المنظمة الدولية يلاحظ تدهور الزراعة في العراق، وهو تدهور يلمسه كل عراقي، فأكثر من ثلاثة أرباع ما يأكله العراقيون بمن فيهم سكان الأرياف مستورد من الدول المجاورة، بما في ذلك الحليب واللبن والخيار والطماطم. وعدا عن شح الأموال اللازمة للاستثمار في القطاع الزراعي، فإن عدم وجود سياسة حمائية للدولة في العراق في مقابل وجود سياسات تشجيعية من جانب دول الجوار يجعل المنتج الزراعي العراقي يسقط بالضربة القاضية في حلبة المنافسة، أغلى من المنتج المستورد وأردأ في نوعيته. التقرير يقول أيضاً إن العراق قد خسر 40% من إنتاجه الزراعي في غضون السنوات الأربع الماضية بعدما سيطر فيها تنظيم داعش الإرهابي على مساحات واسعة من الأراضي التي لحقت بها أضرار كبيرة ومنها تدمير البنية التحتية. يضيف الكاتب بالطبع فإن العراقيين الذين يعيشون خارج مناطق النزوح بما في ذلك المدن الكبرى كبغداد والبصرة هم أيضا تعوزهم الرعاية الصحية اللازمة، وهذا مرة أخرى ودائما بفضل سياسات الطبقة الحاكمة المكونة من أحزاب الإسلام السياسي التي لم ينل العراقيون منها غير الفقر والبطالة وانهيار نظام الخدمات، فضلا عن الخذلان وخيبة الأمل والفساد. الناخب في العراق لا يختلف عن الناخبين في الدول العربية، فهو لا يريد مرشحاً نزيهاً يمتاز بالثقافة والوعي والعدالة، بل يريد مرشحاً يتلاعب بالقوانين ويسخرها لصالح من ينتخبه، فيريد من مرشحه أن يعينه على حساب من هو أولى بالتعيين، ويريد منه أن ينقله إلى موقع قريب من بيته بغض النظر عن الحاجة، ويطلب من مرشحه أن يقطع جزءاً من حقوق الآخرين ليضعها في جيبه، وحين لا يعمل المرشح على تحقيق هذه المطالب الفاسدة فهو يصبح من وجهة نظر الناخب غير معترف بأهليته لخوض الانتخابات، وهذا ما جعل الكثير من الفاسدين يتكرر انتخابهم في دورات متعددة على حساب ذوي الكفاءة والنزاهة، بحسب الكاتب عبد الناصر جبار الناصري في موقع كتابات. إنجازات المرشح من وجهة نظر الناخب اللاواعي هي إمكانية ما يحصل عليه من مصالح شخصية حققها له من انتخبه، وهذا الناخب لا يختلف كثيراً عن الفسادين الذين انتفخت بطونهم بالمال العام والذين يشتكي منهم الشعب ليلاً ونهاراً في الإعلام وفي المجالس الخاصة والعامة، حتى بت مدركاً أن الشكوى من حالة الفساد هي عدم إتاحة الفرصة لهؤلاء المشتكين من نيل الفساد، فما أن يتمكن أحد المتذمرين من نيل الموقع الذي يتوفر فيه الفساد حتى تراه مبدعاً في السرقة. هل ثمة من ينتخب مرشحاً مستقلاً لا يعرفه شخصياً ولم يشاهده في الإعلام ولا تربطه به روابط طائفية أو قرابة عشائرية؟ هل هناك من يؤمن بمؤهلات النائب العلمية ليعطيه صوته بلا شروط مسبقة وبلا وعود؟ ويضيف الكاتب محاربة الفساد تكمن بوجود ناخب نزيه لا يبيع صوته لمرشح فاسد مهما بلغت قيمة الإغراءات المقدمة له، أما إذا كان الناخب يقبل ببيع صوته لمرشح فاسد فإن هذا الناخب فاسد بامتياز ولا يقل خطورة عن الفاسدين الحقيقيين. كل المتنافسين على رئاسة الحكومة في العراق ينتمون إلى الأحزاب الشيعية التقليدية، ليس فقط لأن العملية السياسية العراقية لم تفي أبداً بوعودها حول عدم تقاسم المناصب بين الطوائف ولا يتوقع أن تفعل قريباً،
بل لأن تلك الأحزاب ما زالت تعتقد بأحقيتها في نيل أهم منصب تنفيذي. يكاد معنى الانتخابات البرلمانية برمتها يتمحور حول اختياره، كما يرى الكاتب مشرق عباس في صحيفة الحياة اللندنية. وقد يبدو الأمر طبيعياً، فلا حساب على الأحلام والطموحات السياسية، لكنه في الجوهر يكشف عن هشاشة البيئة السياسية العراقية وافتقار الأحزاب التي تمارس العمل السياسي منذ سنوات طويلة إلى التقاليد الحزبية، فيما تغيب مفاهيم القيادة والرؤى المشتركة والبرامج والأهداف التي تمنح أي حزب أو تيار سياسي سمته وخصوصيته. في الغالب إن الشخصيات نفسها التي تعيد الانتخابات تدويرها منذ 2003 ترى أن المصادفات والخلافات السياسية داخل حزب الدعوة التي أنتجت إبراهيم الجعفري ومن ثم نور المالكي وحيدر العبادي بإمكانها أن تدفع برئيس حكومة جديد من الحزب نفسه في الغالب، وفي حدود ضيقة من أحزاب الإسلام السياسي الشيعية الأخرى. وهذه الشخصيات نفسها لن تتوانى عن التحالف مع العبادي مثلاً على أمل بأن يمنحها فائض أصواته المتوقعة، لكنها تجري في الكواليس. ومع أن المنافسة قد تكون شديدة خلال الانتخابات والنتائج المتوقعة تشير إلى صعوبة تجاوز أي تحالف حاجز 50 مقعداً، وقد نشهد انهيارة سياسية لقوى كسبت مقاعد في الدورات السابقة، فإن المجتمع السياسي العراقي يرى أن الانتخابات الحقيقية ستجرى بعد تأريخ 12 أيار مايو المقبل، وهي انتخابات الكواليس، حيث سينتقل الفائزون بين الأحزاب لتشكيل كتل جديدة، وتبدأ مزادات سرية ومعلنة واتصالات إقليمية ودولية لحسم منصب رئيس الوزراء. لدى الإسرائيليين أجندة أهم معالمها حاليا تركيب جبهة سورية والتوسع السرطاني قدر الإمكان في الضفة الغربية، على اعتبار أن القدس رفعت عن الطاولة. أما الفلسطينيون فيراوحون مكانهم بأهداف واضحة لكن دون أجندة عملية داخليا أو خارجيا. آخر معالم مراوحة المكان استبدال موسكو بباريس بالبحث عن وسيط سلام. والسؤال، هل فرص الروس أفضل من الفرنسيين؟ جاء هذا السؤال في مقال بصحيفة الغد الأردنية. يوجد هذا التنسيق الروسي الإسرائيلي في سوريا وضعاً جديداً في معادلة السياسات الإسرائيلية، فموسكو ليست واشنطن. فبالنسبة للأمريكيين والإدارات الأمريكية، هناك وحدة عضوية مع الإسرائيليين يتعلق في جزء منها بتصورات دينية ومذهبية وثقافية، وفي جزء آخر بحسابات قوة اللوبي الإسرائيلي في الانتخابات الأمريكية، وكلا الأمرين غير موجودين في الحالة الروسية. وبالتالي تنسق موسكو مع الإسرائيليين مقابل مكاسب معينة، وحتى الآن كانت أهم المكاسب الروسية عدم الاعتراض الإسرائيلي وعدم تأليب واشنطن ضد العمل الروسي في سوريا، مقابل ضمانات روسية للإسرائيليين بشأن ضبط ولجم الوجود الإيراني في سوريا. ولأن الجانب الإسرائيلي غير معني بسقوط الحكم في سوريا دون معرفة البديل القادم، ولكن مع المرحلة الجديدة في سوريا يبدو أن الإسرائيليين يطالبون موسكو بالوفاء بالتزاماتها حتى النهاية، بضبط خريطة الأوضاع الجديدة في سوريا بالتشارك مع الإسرائيليين الذين يفضلون النفوذ الروسي في سوريا على أي نفوذ آخر. في ضوء عدم تجديد الذات فلسطينياً وعربياً، لا تبدو أوراق القوى الفلسطينية كافية لجعل موسكو أو أي قوة عالمية تقوم بدور حقيقي، وهذا ما حدث مع باريس التي تولت لسنوات زعم أنها ستوجد آلية دولية وتدعو لمؤتمرات دولية، وانتهى الأمر لمؤتمر مضى عليه الآن أكثر من عام بلا أي مضمون عملي، دون أفكار للتسوية ودون اعتراف فرنسي بالدولة الفلسطينية كما كانت الوعود.
تعالوا بنا نتأمل في كارثة السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، في حين أنفق الرئيس سنته الأولى بمنصبه في تبادل الإهانات مع دكتاتور كوريا الشمالية. مضى النظام هناك قدما وبثبات في تنفيذ برنامجه النووي، واقتربت الولايات المتحدة بشكل مضطرد من حرب لا أحد يريدها، حسب الكاتب مايكل وورترز في موقع كتابات. ونتيجة لتخلي إدارة ترامب عن القيود التي كانت مفروضة في عهد أوباما على استخدام القوة الجوية، أسفر انتصار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الموصل بالعراق عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وخلف كومة من الركام والأنقاض. وكما حدث في فيتنام، كان على أمريكا أن تدمر المدينة لكي تنقذها في الوقت نفسه. نشرت إدارة ترامب آلاف الجنود الأمريكيين في أفغانستان، ولكن دون أن تكلف نفسها عناء وضع استراتيجية سياسية لكسر الجمود. هناك نحن على اليسار نعارض تقريبا كل شيء قاله ترامب أو فعله، ومع ذلك لم يقدم أي منا بديلا معقولا أو متماسكا. فنحن إما أننا لم نتحدث عن السياسة الخارجية على الإطلاق، أو اعترضنا ببساطة على أي استخدام للقوة في الخارج، في حين انجرفنا نحو نسختنا الخاصة من العزلة. ويتحول استخدام القوة إلى خطأ واضح عندما نقاتل من أجل تغيير النظام، أو لدعم حكومات استبدادية، أو ضد حركات وطنية نجحت بالفعل في كسب المعركة من أجل القلوب والعقول. وفي موقع الجزيرة النت يضيف الكاتب: نتيجة لتخلي إدارة ترامب عن القيود التي كانت مفروضة في عهد أوباما على استخدام القوة الجوية، أسفر انتصار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الموصل في العراق عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وخلف كومة من الركام والأنقاض، كما حدث في فيتنام. كان على أمريكا أن تدمر المدينة لكي تنقذها. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. اجتاحت فئران كبيرة الحجم ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة، وأثارت مخاوف من تدميرها بعض البنى التحتية المائية التي تختبئ فيها، وهو ما دفع السلطات المحلية لإصدار تحذير يدعو السكان للتعاون من أجل رصدها. ويبلغ طول الواحد من تلك الفئران نحو 76 سنتيمترا، بذيل طوله ما يقارب من 30 سنتيمترا، ويبلغ وزنه نحو 9 كيلوغرامات. ويزيد من تلك المخاوف أن ذلك العدد من الفئران قادر على إنجاب 200 فأر في السنة، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً للبنى التحتية المائية، إذ إن تلك القوارض قد تدمر السدود وأرصفة الموانئ والحواجز المائية، وهي الأماكن التي تختبئ فيها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
اللقاء.